وصل المعتقلون في سجن حماه المركزي استعصاءهم لليوم السادس على التوالي وسط محاولات من النظام بالتفاوض مع السجناء، كما ناشد المعتقلون الجهات الدولية لإطلاق سراحهم عبر الصليب الأحمر بعد رفضهم عرض النظام بإعادة الكهرباء والمياه إلى السجن مقابل إطلاق سراح قائد الشرطة ومدير السجن وبقية العناصر. يومياً وتم فك الاستعصاء على الشكل التالي، ولكنهم نقضوا العهود واستبشرنا اليوم بخير كونه أتت اللجنة القضائية لتسوية أوضاعنا، وبدأ القاضي بطلب بعض السجناء، ولما خرجوا من عند القاضي نتفاجأ بأنهم سينظرون إلى أوضاعنا بالأشهر القادمة، وقمنا بأسر قائد الشرطة وعميد سجن حماه المركزي وأسر عدد من الشرطة، ونناشد الله ثم نناشد منظمات حقوق الإنسان بفك أسرنا من سجن الطغاة، والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا. ولمزيد من التفاصيل أعزائي المشاهدين ينضم إلينا من ريف حماة الإعلامي في مركز فداء نيوز أبو هشام الحموي. أهلا بك أبو هشام، ما هي آخر التطورات في سجن حماة خلال 24 ساعة الماضية؟ نعم، بداية تحية طيبة لك أخي الكريم والسادة المشاهدين. وردنا قبل قليل من داخل مصادرنا في السجن المركزي أن هنالك حشود ضخمة في باحة السجن تتجاوز 100 عنصر يحاولون نيتهم اقتحام السجن. نعم أخي الكريم، النظام وأجهزة الأمنية يحاولون فرض هذا الحصار على خاصة في بعد مناشدات المعتقلين للصليب الأحمر، ولم يستجب لهم أحد. يحاولون فرض هذا الحصار لإجبار المعتقلين على الخضوع لمطالب النظام، لكنهم مصرين على مطالبهم وهي الإفراج عنهم جميعا. أخي الكريم، أيضا أنوه هنالك الصفحات الإعلامية قالت أن الأسرى لدى المعتقلين أنهم تم الإفراج عنهم. أخي الكريم، هذا الخبر عار إن الصحف العميد واللواء ما زالوا بحوزة المعتقلين، وأيضا قائد الشرطة الذي هو اللواء أشرف طه لديه مرض سكري، ليلة البارحة طلب من الأجهزة الأمنية التي تتواجد في باحة المدرسة علاج له، لكنهم رفضوا. طيب أبو هشام، ماذا عن الوضع الصحي للسجناء في ظل هذه الحالة؟ أخي الكريم، هناك حالات إغماء من لدى المعتقلين من قلة الطعام وقلة المياه، لديهم ثلاثة أيام من دون لا كهرباء ولا مياه. توجد بعض الاتصالات معهم عبر بيانات الجوال، لكن سيفرغ شحنهم في أي ساعة قادمة ولن نستطيع الاتصال معهم. طيب أبو هشام، السيناريوهات المحتملة في حال استمر الاستعصاء واحتجاز قائد الشرطة ومدير السجن داخل سجن حماة؟ أخي الكريم، كما قلت لك، بحسب ما وردنا من المعتقلين أن النظام يحاول أن تكون وضع الصحي اللواء والعميد تكون مؤزمة، وسيتهم المعتقلين بتأزيم هذه الحالة الصحية لديهم، ويحاولون أن يفهموا العالم بأكمله أنهم ضمن لائحة الإرهاب، وأنهم من قاموا باختطاف اللواء والعميد. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من ريف حماة الإعلامي في فداء نيوز أبو هشام الحموي على هذه المداخلة.